نقصة المحبة والأنانية وقلة النفس ولهذا يجبد ليه يجبد ليه يجبد ليه. سبب احنا سبب بمان فما حتى شيء، الأرض كما هي والبنية كما هي خليتها من عام 70 أنا هذه هيك خاطية بيها. كي القراية تبدل الدنيا تبدل النقل تبدل عسلمة مش نقول هيلك تبدلت، الجار على الجار يحل الباب ويتلفت الجار ويسلم عليه تبدل. مانيش أغبياء احنا راه عنا 10 سنين عشتهم معاك نعرفك شكونك، عشت مع مرتي نعرف مرتي شكوني مرتي في داري كذا مش نعرفوهم شكونوا اللي عملوا ما عملوش. مانيش أغبياء احنا راه ولا مصدقين ولا اللي توا قاعد يصير توا راه في السكر وفارينا والمشاكل اللي يصير توا في استادات والحكايات رانا مانيش أغبياء. قولوا لهم يا سيد الرئيس انت رد ربي معاك راه مانيش أغبياء، انا مانيش غبي وباش امثالي ماهمش أغبياء راه اللي يعملوا فيه توا ما تتعداش راه يحبوها تتعدى والله ما تتعدى بقدره ربي بربي سبحانه اذا حب البلاد والله ما تتعدى. انت توا كمواطن وتخدم في الحوت في المارشي الاسوام كما كانت قبل ولا غليت عليكم؟ لا باهي سافا ما غليتش، كانت غاليه شويه توا الحمد لله رخص حاجه الحوت رخص عتها من الجيش. الغلة نولينا نشوفها ونتعدى. لا الغلة لا الغلة والغلة الغلة بالخاص الغلة الغلة زاد والخضرة زاد اي حتى الخضرة اي حتى الخضرة غالية سامع بها ب 4000 و5000 الفلفل والطماطم ومدري شنو فهمتني. اما الحوت لا الحوت رخيصة. الفريب زاد غليطة الفريب فيه وعليه الحمد لله فما الغالي وثما رخيص راه نخش تاكل من الفريب توا العباد مش تاكل من البوتيك. لا نكذب عليك كل الفريب على اليمين وعلى اليسار موجود تاكل من الفريب العبيد. انت توا تخدم في المارشي المواطن التونسي كل جمعه قادر انه باش يوفر قفته للدار والصغار ولا في حاجات؟ لا اما نحكي كحوت انا نخدم في الحوت لا مش غالي هيك البلايك هيك شيء يحط عند الوحده غادي كبشوف البلايك هيك ب 10000 فرنك الكيلو حوت هذا تو بوري مثل بوري مثلا مثلنا تخلط الكيلو بوري هذا ب 10000 وشفرت ب 10000 ونزل لي ب 14 دينار نعطيك انا سوام اوك ب 16 دينار الورقه مثلا. كي انت كي نعملوا حنا بارابور مش نقولوا الحم انا بعد الحم واش نجبد لك على الحم؟ الحم يفجع الحم 45 ولا 48 انا والله ما نعرف يا 5 يا 48 الدجاج ب الدجاج 8000 فرنك و10000 فرنك ولا لا والسكا وش اسمه ستيك ستيك ولا شنو سكالوب 16 دينار و17 دينار باقي يقعد الحوت ارخص ب 10000 فرنك كيلو دبول وكيلو شفريات ب 10000 باقي زويل ياكل حتى ب 5000 فرنك يعمل حاجه. سردينا اليوم ب 5000 فرنك وفات عندي كانت عندي وفات مثلا مثلا عديت مش والله نخدم خاطر في الحوت انا والله لا ثم الشواء العباد مش لازم تتنقز علي شو غالي تنقز علي شوف عقلها تهبط للسنترال تهبط للحوانه تشوف هذا قداش حتى 5000 هذا 7000 ثم راهو ثم اللي ما يخافش ربي ما يقاس قال الراجل فهمتني ما مش شاذ يقاس ولا يحفظ عليه ثم اللي ما يخافش ربي في الخضره وفي الغله وفي تحب انت فهمتني عنده باي باش يحط عليه كيما نقولوا 2000 فرنك يولي يحب يطلع للسماء استغفر الله يا ربي حرام ما يربحش يحط اربعه ويحط خمسه والعباد كل زوايا ولا فهمتني بعد كي يشدوه يبدا يرعش فهمت حرام حرام وما يربحش انا عندي انا نقول لك ما يربحش حتى لو كان عملت انا والله ما نربح فهمتني حرام التفريس في الخلق. اما سوية ما هيك سوية معقوله بالقدا البلاد في حاله الناس كلها مش الناس كلها تعاون خيانها زوايا ولا يعرفوها تونس ما زالت تجري تعاني ماذا بينا نعاونوا بعضنا ظاهره العمليه واحد ينجم يشري نجم عنده ربح وقسمه ربي يبارك له طويلة. اما باش يطلع للسماء احنا هذه بلاد شعب لازم يحب قدس اسمه فرحات عشاد يا شعب اني يحب حق نحبوا بعضنا راه نقصت المحبه بصراحه بصراحه نقصت المحبه والانانيه وقله النفس ولهذا يجبد ليه يجبد ليه يجبد ليه حتى ربي هاك تشوف فيها هزها لطفك ولا يقدر من رايك شكون السبب باش انه المعيشه غليت على الدنيا قبل؟ سبب احنا سبب بمان فما حتى شيء الارض كما هي والبنيه كما هي خليتها من عام 70 انا هذه هيك قعدت هي بيده اما هاي البلاد يكذب عليك العباد تبدلت جنريسيون عندي اولاد انا تو خلي عشت وانا حتى قرايه القرايه تبدلت الدنيا تبدلت النقل تبدل عسلمه باش نقولها لك تبدلت الجار على الجار يحل الباب ويتلفت الجار ويسلم عليه تبدلت شنو هذا يا ما لا يغير قوما اختي حتى يغيروا ما بين انفسهم ما شيء تبدل شيء لما احنا نبدلوا شيء ما يتبدل احنا نبدلوا في الباهي نبدلوا وفي الخايب نبدلوا كان في الخايب بدها الخايب كان به بدنا الباهي يعني الشباب تو ما عادش قادر انه يحل دار ولا يحلم بخدمه ولا مستقبل لا على ما عادش قادر ما عادش قادر علاش ما عادش قادر؟ اولا الحمد لله وقت بورقيبه كنا نتخادموا ما عندناش بطاله سبحان الله كان ما ثماش التكنولوجيا والبورتابل والدنيا ونخدموا بطاله ناقصه
نص جينيراسيون توا جينيراسيون البلاد ما فيهاش خدمه، والا والا والا, وإلا تخدموا تخدموا تعطيه حق اقل من السميك. توا كلام هذايا جبتي ولدي ولدك بتي 5000 فرنك يغزل لك يتمدلو على جنب ولدك ولدي، خليه باش يخدم بعرقه من 8 ل 8 8 سوايع نتاعو، ومن بعد في الاخر تعمل لك تمدلو تفتوها ما تلحق، ما تزيدش ترونسبور، ما تزيدش دخان قهوه. سامحني جبت على الدخان، انا ما جبتش على الدخان برانسيب، قهوته وحليبه ما تكملوش، يقول لك نقعد بطال. اما انا يعني الموظف توا يخدم مش ياخذ في حقوق؟ لا انا الموظف نتاع لا مش ياخذ في حقوق. اسكو يؤدي في واجباته؟ هاكا بربي عايش، مش ياخذ في حقه وانت تقول فلوسه شهريته، شكون ياخذوا اربع من الناس ياخذوا في شهريه؟ ياخذوا في 3-4 ملايين مش يلوجوا على حد شيء، فهمتني؟ اما الباقي الكل وين مش ياخذ فلوس؟ عايشين بربي، صدقني نعرفهم اصحابي عايشين كيري ب 400 وياخذ في 600، تو تحكي لي في الحكايه وياخذ في 700 ما يسالش، زيدوا 100 من عندي ومن عندك انت ياك على راس العروس على العروس، قال الراجل اي ما يسالش شنو هي اعطيها لي، ومش لازم ما عندوش صغار يا سيدي، هو مرته خليه كان عنده صغار ولا كوش ولا 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 حليب ولا لا 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 لا, لا. والله العظيم عايشين بربي. البلاد هذيا البلاد هذه راهي غارقه لهنا وكلها تاكل الحمد لله وتشرب ما بربي، ما لكن ثم حاجه. رايك شكون السبب اللي باش الاولاد وصل البلاد وصلت غرق؟ سبب اسباب الاحزاب اللي كانت مش لازم نجبدها الاسامي، صايب علينا انا جبدتها 10000 مره لنهار يحطوني في الحنديره ولا ظاهر على العمليه، مانيش اغبياء احنا راه. عندنا 10 سنين عشت معاك نعرفك شكونك، عشت مع مرتي نعرف مرتي شكوني، مرتي في داري كذا مش نعرفوهم شكون اللي عملوا ما عملوش، مانيش اغبياء احنا راه ولا مصدقين. ولا اللي توا قاعد يصير توا راه في السكر والفارينه والمشاكل اللي يصير توا في الاستادات والحكايات، رانا مانيش اغبياء. قولوا لهم يا سيد الرئيس انت رد ربي معاك. راه ماناش اغبياء، انا مانيش غبي وباش امثالي ماهمش اغبياء، راه اللي يعملوا فيه توا ما تتعداش، راه يحبوها تتعدى، والله ما تتعدى بقدره ربي بربي سبحانه، اذا حب البلاد والله ما تتعدى. يحبوا يغليوا، يحبوا يعملوا، يحبوا يحطوا العصا في العجله، علاش ما يحبوهاش؟ يتعرفش يحبونا؟ يحبونا كي لبنان ولا غيرنا، انت تشد سلاح منا وانا نشد سلاح منا وانا فون على بعض. واللي عنده الفلوس ماك تعرف هكا فرنسا وانجلترا والمانيا ولابسين اولادهم لاباس عليهم الكل البر، واحنا هنا ناكلوا في بعضنا، البلاد يحبوا ما يحبوش بلادهم. هذاياش مش الكل، ثم صفه نتاع نتاع ناس ما تحبش تونس وهما توانسه ما ينتميوش لتونس، وكان نشوفوهم تلقاهم تلقاهم عنده جنسيه تونسيه ومن الاخر عنده جنسيه قريقلي، ما حبش نقول اسرائيلي صايب علينا، انا نعطيك بالضبط والله العظيم متعاونين مع اسرائيل. اذا ما حبش نقول انا راهو من رايك انت شنو هي الحل باش البلاد تقف على ساقيها مره؟ الحل اولا ساعه تنظاف من الحكايه اللي نحكي لك عليهم انا، تقعد انت نظيفه انا نحبك نظيفه وانت تحبني نظيفه وانا نحبك وتحبني، نقعد نحبوا بعضنا في النظاف. كالمافيات هذوما الاربع كعبات اللي مازالوا في البلاد اللي قاسينها سكر خير، احنا بلادنا عمرها صارت الطماطم والفلفل، علاش شنو زعما؟ زعما الارض ما عادش تنبت ولا البحر ما عادش يجيب ولا الشتاء ما عادش تصب؟ لا وخيتي الدنيا كلها كانت تم هنا يكذب عليك. شو ثقفه انت، اجبد البورتابل نتاعك شوف السيسي اش عمل، اختنا من المواضيع الكل بعد صدام الله يرحمه، شوف السيسي توا اش عمل في مصر، اجبد مصر شوفها طلعت ولا هبطت، كان طلعت تعرف راهو هو السيسي عرف منين تاكل كتف، عرف قص الراس تنشف العروق، كان تحبوا يدخلونا في حيط كيما سوريا مساكن وغادي من مساكن تبكي عليها القلب، سوريا ما ادراك ما سوريا وبلدان اخرين واليمن والوحد. الخوارج تعرف كلمة الخوارج معناها؟ الخوارج يعرفوا يسمعوا فيا اسمعوا فيا ويعرفوني ايش قاعد نقصد. الخوارج اللي يبيح عليه الصلاة والسلام اللي خير مني ومنك قال كلاب النار، سيدنا حكي عليهم مع صفيه قداش قال لك جايين الخوارج حزب هذايا الخوارج الاخوانجيه سامحني بلغتنا فهمتني، اللي يقصوا في الروس وانت كافره وهذاك صحيح عندهم كونترات مع ربي، هذا دخلوا منا وهذا خرجوا منا، هذوما الخوارج سيدنا مش انا، انا خاتيني عبد بسيط ما نسوى شيء قدام سيدنا، خوارج كلاب النار. اش معناها كلاب النار؟ يعني فتح حكايه قال هو سيدنا عليه كلاب النار خليه يجبدوا يحلوا يجبدوا اش قال سيدنا ما سيدنا يلا طيف اللطف فهمتني حجر من فوق ربي بقدر الخير عليه الصلاه والسلام فهمتني، يبعدوا علينا هذوما يبعدونا لنا حشاك الفساد تو ترجع كل شيء يبعدونا شدوهم يحصروهم الفساد كل حد يشد بلاصته واللي يستحق باش يشد الحبس خلي يشد الحبس كيما الناس كلها الناس كلها ما فما على راسها ريشه اللي شد حبس شد حبس اذا كان تكون مواطنين الكل اللي باش يدخل يدخل شد الحبس شد الحبس فماش خوف
يزمو انا كانا كانا انا كان جيت في بلاصه ما نحبش نقولها بلاصه انا رئيس ما نفهمش نرجع لتالي ما نرجعش على شعبي ما نرجعش حكموا عليا بالموت حبوا يعملوا لي الموت حبوا يخطوا لي باش نحب الشعب نموت على الشعب كان مطمح ليها موت ما بنها ما شبه ما بنها ما تشهي محليها هو انا باش نموت كيما كتب لي محليها كان قتلوني ان شاء الله ذنبي في رقبتهم.